أيها الحرة العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم ساعة ونص في تاريخ مصر النهاردة، حدث عالمي يشرف كل مصري. مبروك لمصر هذا التنظيم المبهر اللي بيظهر حضارتنا العظيمة الممتدة لأكثر من 7000 سنة. مبروك إننا قدرنا نخلي العالم كله يتفرج على تاريخنا العظيم ونعمل دعاية لبلدنا الجميلة مصر الحلوة، بلد أقدم حضارة عرفها التاريخ، بلدنا الجميلة بأرضها، بلدنا الجميلة بشعبها، بلدنا الجميلة بتاريخها. مبروك علينا أهم ساعة ونص في تاريخ مصر الحديث. زي بتقول المواقع الإخبارية في مصر المحروسة، هم اللي قالوا الكلام ده، إن دي أهم ساعة ونص في تاريخ مصر الحديثة. استعدوا، هم قالوا كده، أهم ساعة ونص في تاريخ مصر. بدء تحريك المواكب أو الموكب الساعة 6، وصول الساعة 7. حد هيقول لي هل المسافة ما بين ميدان التحرير والفسطاط تاخد ساعة؟ أقول لك ده على حسب الأجواء المرورية. لو الدنيا فاضية تاخد حوالي ساعة لو أنت ماشي بمعدل 10 كيلو متر في الساعة. لو الطريق زحمة الملوك هيتأخروا شوية، يعني ممكن الموكب الملكي ياخد له 3 ساعات، لأن في كمان إشارة عند آخر سور مجرى العيون، الإشارة اللي بتطلعك على صلاح سالم عشان تروح الفسطاط ممكن تأخر شوية، لأن دي إشارة طالعة كده من صلاح سالم نازلة على مستشفى الرمض في الجيزة، بتعمل مشاكل قوي. مبروك. الحقيقة بدأ الموكب الساعة 6 فعلا. نشوف دلوقتي نقل توابيت الملوك واستقبال الملوك. طبعا العيال دي كلها فيك، العيال دي كلها عيال مدرسة الباليه والحاجات دي، ودي لقطة تصور حاجة عظيمة ولا مش عظيمة. شايف ميدان التحرير؟ شايف الميدان؟ شايفين الميدان؟ ميدان فاضي والدنيا فاضية. هوب ولع بقى، هيولع النافورة اللي في النص دي. أيوة ولع النافورة، حلو جدا، تولع الدنيا بقى، ولعنا الدنيا. إنما حاجة جميلة، جميلة. مهندس الإضاءة عبقري، مهندس الإضاءة بصراحة عبقري، تنظيم ولا أعلى. الموسيقى العسكرية وقطع على موسيقى الأوركسترا السيمفوني بتاع القاهرة، ما بين الموسيقى العسكرية وما بين أوركسترا على الجنبين. الحقيقة مالناش دعوة بالعربيات دي، عربيات حديثة، مالناش دعوة بالفراعنة، ده متحف الحضارة الحقيقة في الفسطاط، وأنا كان ليا الشرف إني زرته أكتر من مرة أثناء إنشاؤه. موكب الملكات، الحقيقة ده مش موكب الملكات، ده موكب العربيات الجديدة الحديثة. السيسي ماشي لوحده كالعادة في ممر فاضي، معرفش ليه لوحده، وكأنه بيأنف من أي حد يمشي جنبه، إنما هو ماشي لوحده برضه. دخل شباك التذاكر عادي، ما تقطعش تذاكر، عدى هيمشي لوحده برضه، كمامة لازم حد ياخدها، وبرضه هيمشي لوحده في الممر ده. معرفش إيه فكرة إنه يمشي لوحده، ما عنديش فكرة إنه إيه يمشي لوحده. إنما حقيقة أنا كفنان عايز أقول لك إنه الاحتفال مبهر، والله بجد مبهر. أنا عايز أحيي مهندس الإضاءة، مهندس الإضاءة سواء في المواقع كلها اللي صوروا فيها، في معبد حتشبسوت في الأقصر، أو في متحف القاهرة أو متحف التحرير، أو حتى في الفسطاط متحف الحضارة، مهندس الإضاءة عبقري، أو في ميدان التحرير مهندس إضاءة عبقري. لكن أنا لا أستطيع الحكم الآن على الموسيقى اللي كانت بتتلعب لأني ما سمعتهاش كويس. تعال نشوف احتفاء إعلامي بنقل المومياوات الملكية. نشوف كده الفيديو ده. شيء عظيم، وزي ما بقول لحضرتك الناس اللي بتتفرج عليك برا عندها مشكلة إنه محدش قادر ينزل في الشارع. أنت بتقول الناس اللي برا إن أنت موقفك مختلف كتير، وفي هذه الأوقات بتذكر العالم وتذكر البشرية بهذه الحضارة العظيمة. من الإنجازات برضو من الشغل الإيجابي والحاجات اللي هتبهر العالم بإذن الله، احنا طبعا لسه يعني في حالة النشوة بالإبهار وبالإنجاز اللي حصل في قناة السويس، لكن إبهار من نوع آخر، تواصل الماضي بالحاضر. بتكلم حضراتكم عن تاريخنا وحضارتنا. خلاص يا لبنى، ما عندكيش كلام تقوليه يا لبنى،
عمرو الحقيقه كعادته عكاك، قال لك العالم كله قاعد في البيوت ممنوع يخرج بس احنا اللي بنخرج. العالم كله خايف من كورونا بس احنا بمشيئه الله، بمشيئه الله قادرين على كورونا وام كورونا. مش بس كده، في تغريدات احتفاء بنقل المومياوات دي شفناها على التويتر وعلى وسائل التواصل. احنا اقدم واهم حضاره عارفها، واتمنى من قلبي اللي بنشوفه النهارده يكون خطوه على طريق احياء عظمه بلادنا للماضي والحاضر والمستقبل. ده علي فتحي الراجل مبسوط جدا وحقه طبعا. كيكي بتقول الواحد هيعيط من كتر العظمه. والله لا ما تعيطيش يا كيكي، دي حاجه تفرح، لازم تكوني فخوره ببلدك. بصراحه مصر بهذا الحدث قدرت تلفت انتباه العالم من الهيبه اللي مدينا الموضوع، وعايزه اكون هناك دلوقتي حالا. طب وليه ما رحتيش يا اسمها ايه؟ ايه؟ ما رحتيش ليه يا ايه؟ لا انت غلطانه. ملوك مصر القدماء ملفوفين بعلام مصر، وادي شايفين احنا الحقيقه اعلام مصر اهي، وادي التوابيت اللي هي عاديه جدا، توابيت زي النعوش دلوقتي. حفله مشرفه كل حاجه فيها بلمسات مصريه فرعونيه، انا افتخر اني مصريه.